نميز نحن بين القلب الأيمن عند هالمريض وتبدل المسار. طبعاً من ناحية الـ ECG فقط، يعني فقط من ناحية تخطيطية. أول شيء بننظر على الليد 1، فإذا كان مجموع كيو آر إس سلبي ففي عندي احتمالين، ننظر للـ V1 والـ V6. إذا كان تطور موجة R طبيعي من الـ V1 حتى الـ V6 فهذا يعني تبدل مساري، مثل ما شفنا بأول صورة. تطور R والـ S طبيعيات، إذا ما في شيء بيدعم إنه أنا في عندي مشكلة بالقلب الأيمن. لذلك بعتبر إنه في عندي خطأ بوضع المساري، غالباً بيكون الخطأ بين اليدين اليمنى واليسرى. إذا كان تطور R غير طبيعي أو سلبي، بمعنى إنه R بدل ما تتطور باتجاه الموجب باتجاه الأعلى، كل ما لا عم تتناقص، يعني عم تختفي، تمام؟ فأنا هون طبعاً من V1 إلى V6، فهذا بيعني إنه قلب أيمن.